أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر سامح السيد من قناة أونلاين إنجليش فور أول لتدريس اللغة الإنجليزية أونلاين. تعالوا بينا بسم الله نبدأ حلقتنا النهاردة. اهلا بيك في المحاضره الثالثه لغه انجليزيه ثالثه ثانوي للعام الجديد عام 2022. محاضرتنا النهارده ان شاء الله هنكمل فيها على المحاضرات اللي فاتت، وهندرس النهارده زمن مهم جدا، زمن الماضي التام المستمر، وكمان هعمل لك تدريب على الترجمه اللي سبق وشرحناها في المحاضره الاولى، زائد النقطه دي مهمه جدا رقم 3 معانا، اختبار الكتروني على جميع ما سبق على الثلاث محاضرات السابقه. وطبعا ده هيبقى بهدية مقدمة من القناة، يعني وانت بتحل الامتحان ده سيب رقم واتس ابعت لك عليه الهدية لو انت واثق ان انت هتقفل وهتوصل لاعلى مستوى معانا ان شاء الله. طيب تعال نقول شوية نصائح مهمة عشان نوصل لاعلى مستوى في الحلقة دي والحلقات اللي فاتت، وكمان نوصل لاعلى درجة في الامتحان الالكتروني ان شاء الله. بصوا يا شباب، في البداية لازم نسمع الحلقات من البداية، لان الامتحان على المحاضرة الاولى والتانية والتالتة، وطبعا لينك الحلقات دي هتلاقيه في وصف الفيديو تحت، او هتلاقيه موجود في الاشعارات اللي بتظهر لك فوق، او هتلاقيه في اخر الفيديو. طيب ما تنساش انك تسمع الفيديوهات كاملة وتركز في كل التفاصيل، وخلي بالك شرح الاونلاين جميل وممتع، بس في مشكلة واحدة بس، انك لازم تكون بجد قد المسؤولية، لان في الاونلاين انت الرقيب على نفسك، مفيش مدرس قاعد معاك، انت اللي عندك مسؤولية وعندك حلم لازم تحققه ولازم تتمسك بيه. فلو انت بجد عايز تفرح اخر السنة، اتمنى انك تسمع الفيديوهات كاملة وتركز وتسجل ملاحظاتك كده وتحل معانا الاختبار. بعد النصيحة الثالثة، بعد ما تسمع الثلاث محاضرات ومنهم المحاضرة بتاعتنا النهاردة، عايزك تنزل في وصف الفيديو في المحاضرة دي هتلاقي لينك الاختبار، عايزك تهدى وتفكر واحدة واحدة حل الاختبار ده، ومهم جدا انك تحل عشان تعرف مستواك بجد، ايه هي السلبيات بتاعتك اللي تشتغل عليها كويس طول السنة وتعالجها. صدقني اصعب حاجه انك تسيب نفسك بدون اختبارات طول السنه وتيجي تتفاجئ بمستوى سيء اخر السنه، لكن من دلوقتي ابدا حل كتير عشان في كل المواد عشان تعرف ايه مستواك بجد. رابع حاجه، لازم تعمل اشتراك معانا في القناه عشان تتابع كل الحلقات الجديده يوصل لك بيها اشعارات، وتتابع منهجك بالكامل على القناه بتاعتنا اونلاين ومجانا، وتتدرب كتير وتحل اختبارات كتير. تعالى سريعا عشان ما تضيعش وقتك نبدا بالمحاضره الثالثه. المحاضرة الثالثة زي ما قلنا بتتكلم على زمن الماضي التام المستمر، واللي سبق قبل كده واتكلمنا عن زمن الماضي التام، تعالوا نفهم النهاردة ايه الفرق بين الزمنين الاتنين. تعالوا ناخد مثال ونشوف ايه هو تكوين الزمن ده وايه الفرق بينه وبين الزمن اللي فات. المثال بيقول لي he had been visiting his relatives for 2 hours before he went shopping. معنى الكلام ان هو كان بيزور اقاربه او زار اقاربه لمدة ساعتين قبل التسوق، لو او قبل الذهاب للتسوق. لو انت مركز معايا هتلاقي في هنا فعلين في الجمله، الفعل الاول هو زياره اقاربه، الفعل الثاني ها هو الذهاب للتسوق. وسبق واتكلمنا ان الفعل الاول في الماضي بيبقى ماضي تام اللي هو هاد ها، والتصريف الثالث هاد فيزيتد، وده درسناه الحصه اللي فاتت. تاني خلينا متفقين ان الفعل الاول بيكون ماضي تام اللي هو هاد والتصريف الثالث. طيب لو الفعل الاول ده ذكرنا المده الزمنيه بتاعته، زي هنا مثلا قال ان الفعل استمر لساعتين، وبالتالي هنا التركيز على ان الفعل خلص اولا، ثانيا معاه مده زمنيه، وبالتالي ده بنسميه تام مستمر. طب نعمله ازاي؟ بنجيب هاد زي ما هي، والتصريف الثالث بيبقى ثابت معانا بين، وبعد كده الفعل بنضيف ليه اي ان جي، يعني هاد بين دي ثابته والفعل هنا اللي فيه اي ان جي متغير، مثلا هاد بين فيزيتنج، هاد بين بلاينج، هاد بين ريدنج، had been working، وهكذا. يعني الـ ing ده هو اللي متغير، وقلنا لازم يكون معاه مدة زمنية عشان يبقى تام ومستمر في نفس الوقت. أتمنى تكون فاهم الفكرة بتاعت الزمن. طيب بنكون الزمن ده ازاي؟ زي ما قلنا بنعمل جملة ازاي، يعني بنثبت had مع كل الضمائر، يعني I had، we had، he had، she had، يعني أي ضمير فاعل سواء مفرد أو جمع، وبعد كده had been دي بتبقى ثابتة، وقلنا الفعل المتغير بيبقى الفعل اللي فيه ING، had been playing مثلا يلعب، had been visiting يزور، وهكذا. طيب الاستخدام قلنا ان هو فعل استمر
في الماضي قبل وقت محدد أو قبل فعل آخر. مهم جدا إن هو يكون خلص أولا، ثانيا يكون استمر لمدة زمنية معينة. ده بالنسبة لاستخدام الزمن. تعال ندي مثال تاني عشان نفهم أكتر. المثال بيقول She had been studying all day before her father arrived. عندي هنا فعلين برضو، وصول باباها والمذاكرة. المذاكرة كانت بتذاكر الأول قبل، ها في before قبل وصول باباها، ده فعل تاني، بس الفعل الأول فيه مدة زمنية، كانت بتذاكر طوال اليوم، يبقى ده بنسميه ماضي تام مستمر، اللي هو had been studying all day، وهنا الاستمرار في كلمة all. خلي بالك الزمن ده يأتي مع الأفعال الدالة على الاستمرار، يعني مش بيجي مع فعل لحظي زي مثلا start، ما يديش المعنى ده. طب إيه الأفعال اللي بتدل على الاستمرار؟ الأفعال اللي هي بتاخد فترة زمنية، زي مثلا sleep ينام، زي مثلا travel يسافر، زي مثلا watch يشاهد، زي wait ينتظر، زي stay يبقى، work يعمل. طيب ايه تاني يا مستر؟ ممكن فيه live يعيش، فيه cook يطبخ، وهكذا. دي بنسميها افعال استمرارية، يعني الافضل ان هي دايما تبقى في زمن الماضي التام المستمر. تعال ندي مثال تاني عشان نفهم اكتر الزمن بتاعنا. عندي هنا قلنا ليف يعيش، فالمثال بيقول لي they had been living، هم عايشين here هنا since، برضو since بتدي استمرارية أو مدة زمنية، since 1999 before they moved to another place، يعني هم يعني معنى الكلام إن هم عايشين هنا منذ عام 1999 before they moved، قبل انتقالهم. يبقى المدة الزمنية من 1999 حتى الانتقال إلى مكان آخر في الماضي. لاحظ إن الفعل مش مستمر لدلوقتي، لا ده مستمر حتى فعل تاني في الماضي، تمام، بس معاه مدة زمنية. وبالتالي الماضي التام المستمر بيبقى معاه برضو مع بيفور ماضي بسيط، يعني ممكن نقول ماضي تام مستمر بيفور بعد كده مين؟ ماضي بسيط. ده من علامات الزمن. طيب خلي بالك ان الماضي التام المستمر لا يستخدم مع افعال الحالات، واحنا عارفين الكلام ده، مفيش زمن مستمر ها بنستخدمه مع افعال الحالات اللي هي مثلا يكون، اللي هي يمتلك، اللي هي افعال الادراك زي يعرف مثلا، الكلام ده كله مش بيجي في الاستمرار. تعال نشوف هتجيلنا في الامتحان ازاي، وركز قوي مع الملحوظه دي. المثال بيقول لي I space the house for many years before I moved to a small flat. هنا اي طالب بيحفظ ومش مركز هيتوه. في هنا ايه؟ for many years علامه على الاستمرار، تمام. فهيجي هنا هيلاقي فعلين had been having ولا had تاني، had been having ولا had ماضي تام مستمر ولا ماضي تام، مع for many years. هنا الطالب هيتلخبط. خلي بالك ان had ده فعل امتلاك، وافعال الامتلاك دي بتعبر عن حاله، والحالة طبعا لا تأتي في الاستمرار، وبالتالي الأفضل إن أنا أختار ماضي تام اللي هو had. يبقى had اللي هي بمعنى يمتلك مش بتيجي في الاستمرار. ممكن تيجي في الاستمرار لو غيرنا معناها ليأكل مثلا، أنت عارف إن have breakfast يعني يأكل الفطار، فهنا ممكن تيجي في الاستمرار. أتمنى تكون فاهم وتكون الأمور معاك بسيطة وتمام. طيب بعد كده خلي بالك لا يستخدم التام المستمر مع عدد مرات أو كمية. الطالب برضو ممكن يتلخبط ما بين يشوف أي رقم مثلا 3 فيقول لك ده استمرار، 4 ده استمرار. لا خلي بالك ده كده عدد مرات مش وقت. مثلا المثال بيقول I had already typed 3 emails. هنا عدد مرات وليس مدة زمنية. تاني I had already typed 3 emails before the manager arrived. أنا بالفعل كتبت 3 إيميلات قبل وصول المانجر أو المدير. يبقى هنا مش تام مستمر، ده تام عشان ده عدد مرات مش مدة زمنية. خلي بالك إن الزمن ده ليس له بناء للمجهول، يعني أي زمن أقدر أبني للمجهول ما عدا الأزمنة التامة المستمرة برجع للتام بتاعها. يعني إحنا درسنا الحصة اللي فاتت إن الماضي التام ببني للمجهول بستخدم مفعول ثم had been والتصريف الثالث، ده المبني للمجهول. من ايه يا شباب؟ من الماضي التام وليس التام المستمر. طب لو جالي جملة فيها تام مستمر ابنيها للمجهول ازاي؟ هستخدم نفس الشكل اللي هو had been والتصريف الثالث. The homework الواجب، خلي بالك الواجب ده مفعول مش فاعل، had already been done. تاني had already been done يعني تم كتابته بالفعل for 2 hours، حتى لو في مدة زمنية
هتقولي طب ما ده ماضي تام مستمر، هقول لك ما هو ملوش بناء للمجهول، بترجع لقاعدة مين؟ الماضي التام العادي جدا. Before my father arrived اللي هو هنا برضو مع before، عارفين ان الفعل التاني بيبقى ماضي بسيط. الكي او علامات الزمن ده الحاجات اللي بتدل على الاستمرار، زي مثلا since، زي for، زي all day، all the week، the whole day، كل ده بستخدم معاه ماضي تام مستمر. اتمنى تكون فهمت الفرق بين الماضي التام البسيط اللي هو simple past perfect والcontinuous past perfect اللي هو الماضي التام المستمر. ولو فهمته تعالى سريعا بقى اديني انتباهك وتعالى نحل على الكلام ده. المثال الاول طبعا لما اجي احل، انت متعود معايا ان انت بعد ما اقرا السؤال وقف الفيديو، ما تسمعش اجابتي، ها، وحاول تحل انت، شوف انت فهمت ولا لا، وبعد كده ارجع شغل الفيديو وقارن اجابتي باجابتك وشوف انت فاهم ولا لا. تعالى نكمل. السؤال الاول بيقول لي when he went home، لما رجع البيت، he wasn't hungry، لم يكن جائع. his face snacks all the day، had eaten ولا was eating ولا had been eating ولا had been eaten. خلي بالك من اللعب بالالفاظ وتغيير الافعال. طيب وقف الفيديو، جاوب، ها، اسمع الإجابة. طبعا الإجابة السليمة المفروض ان هي had been eating، هي الإجابة السليمة، لأنه بقول لما رجع البيت ما كانش جعان، فهو كان بياكل سناكس قبل كده، يعني كان بياكل وجبات خفيفة طول اليوم، فهنا في تام مستمر. طيب تعال نشوف المثال الثاني، وأتمنى تكون جبتها صح وتكون فاهم الأمور معاك تمام وزي الفل. I had headache، عندي صداع. I space in the street all the day، all the day. Had waited، had been waited، had been waiting ولا have been waiting. أتمنى تكون مركز وصاحي معايا. وقف الفيديو، جاوب، تمام. الإجابة السليمة المفروض إن هي طبعا had been waiting، هي الإجابة السليمة. ليه؟ I had a headache، عندي صداع، ده معناه إن قبلها كان في فعل استمرار اللي هو مين؟ اللي هو إن أنا منتظر في الشارع طوال اليوم. طبعا had waited ماضي بسيط، ماضي تام بسيط، ما تنفعش مع المدة الزمنية. had been waited ده مبني للمجهول وما تديش معنى. have been دي مضارع تام مستمر، وده مش موضوعنا النهاردة، لسه إن شاء الله هندرس الكلام ده في أزمنة المضارع. كل اللي عليك إنك تشترك معايا في القناة، وإن شاء الله هأسسك كويس جدا، وهبدأ معاك المنهج بتاعك بالتفصيل ومجاني، وإن شاء الله تستفاد مني كويس جدا. ولو عايز تحضر شرح مباشر على زوم أو على نون أكاديمي، كلمني على رقم الواتس اللي هيظهر قدامك دلوقتي، وإن شاء الله يعني تستمتع معانا باللغة الإنجليزية في ثالثة سنة. تعال نروح للسؤال اللي بعد كده. السؤال بيقول he had already spaced three pages before he slept. طبعا read ولا been reading ولا been read ولا reads. طبعا وقف الفيديو، فكر. الإجابة السليمة طبعا في هنا 3 pages، ده عدد صفحات، وبالتالي مش هينفع تام مستمر، ومش هينفع been read، ده مبني للمجهول، reads دي مضارع، وبالتالي ما بقاش عندي غير he had read. read دي التصريف الثالث من read، يقرأ. تعال نشوف number 4. I space Omar for 10 years before he traveled abroad. I know, had known, have been knowing ولا had been knowing. أتمنى تكون مركز وصاحي. وقف الفيديو، تمام. السؤال ده فيه تركاية كده أتمنى تكون وصلت لها وتقدر تتعامل معه. أنا أعرف عمر لمدة 10 سنوات. طبعا 10 سنوات هنا المفروض إن هي مدة زمنية. الطالب هيجري على تام مستمر، عندك 2 had و have. have ده مضارع ملوش علاقة عشان الجملة ماضي، تمام. had تام مستمر، had been knowing تام مستمر، بس الجملة طبعا مش تام مستمر عشان في هنا فعل اللي هو حالة. أنا عارف عمر، ما عملتش أكشن هنا، ده أنا بصف حالة معينة، أنا أعرفه لمدة 10 سنوات. فالمفروض مع أفعال الحالات إنك بتختار ماضي تام مش ماضي تام مستمر. أتمنى تكون فاهم والأمور معاك تبقى تمام. بعد كده بيقول لي the cat space all the night it wanted to get out of the box. تاني the cat space all the night it wanted to get out of the box. had screaming have been screaming has screaming had been screaming. وقف الفيديو، تمام. الإجابة السليمة المفروض إن هي had been screaming، عشان all the night برضو في مدة زمنية، scream يصرخ فعل حركة، وبالتالي عادي جدا إن أنا أضيفه في التام المستمر. كده نكون خلصنا فكرة الأزمنة بتاعة الماضي. عايزك تكون مركز
قبل ما تحل الامتحان انك تسمع الماضي البسيط والمستمر والتام قبل حل الامتحان، لان الامتحان فيه كل الازمنة دي. تعال نعمل براكتس على الترانسليشن، بما اننا يعني درسنا قبل كده الترانسليشن، ولو عايز تعرف النوتس اللي كنا بنحل عليها ارجع للحلقة الاولى. طيب تاني، المثال الاول بيقول لي، طبعا هو بيدي لك جملة انجليش تمام، وبعد كده بيدي لك اربع اختيارات ويقول لك اختار افضل ترجمة باللغة العربية. As it's a free smoking area, you mustn't smoke here. As it's a free smoking area, you mustn't smoke here. طيب الأول عشان تحل الجملة من English لعربي، تختار العربي يعني، اقرأ الجملة الإنجليزي كويس جدا، بعد كده حاول شوف لو في كلمة صعبة حاول تخمنها. أنا مش شايف أي كلمة صعبة في الجملة غير كلمة free smoking، دي هتلخبط الناس. يا ترى free smoking يعني مسموح بالتدخين ولا ممنوع فيها التدخين؟ هي دي المشكلة. بعد ما تحاول تشوف الكلمات الصعبة حاول تخمن المعنى، يعني كون معنى عام في عقلك، لأنها as هنا خلي بالك as لها معاني كتيرة جدا. as ممكن تكون معناها، بينما as ممكن تكون لأن بتساوي because تمام، as ممكن تكون مثل، فخلي بالك هي جاية هنا سبب ونتيجة. as it's a free smoking area، لأنها منطقة خالية من التدخين ولا يسمح فيها التدخين. You mustn't smoke here، ممنوع تدخن هنا. أكيد عقلك والمنطق لازم يقولك إن هي منطقة ها ممنوع فيها التدخين أو خالية من التدخين. يعني free مع ال، أنت عارف إن كلمة free لها معاني كتيرة. free مع الأشخاص ممكن تبقى حر أو إنسان فاضي تمام، أو إنسان غير مسجون، دي مع الأشخاص. ممكن تبقى مجاني وممكن تبقى خالي مع المواد. free smoking خالي من التدخين، free الكحول خالي من الكحوليات. طيب تعال بقى ننزل ونختار الإجابة السليمة. على الرغم، تاني نكبر شوية عشان تبقى مركز معايا، على الرغم من أنها منطقة يسمح فيها بالتدخين يجب عليك ألا تدخن. بص هي الجملة بتحل نفسها، يعني إيه منطقة يسمح فيها بالتدخين فيجب ألا تدخن؟ ملهاش معنى طبعا، فهستبعد. لأنها منطقة خالية من التدخين يعني محظور فيها التدخين، يجب عليك ألا تدخن، أعتقد دي سليمة. وكأنها منطقة يسمح فيها بالتدخين ولكن يجب ألا تدخن، مش مظبوطة الجملة، بتتناقض مع نفسها. مع أنها منطقة يسمح فيها بالتدخين يجب عليك ألا تدخن، يعني إيه يسمح فيها ويجب؟ طبعا هنا الكلام مش مظبوط، يبقى الاختيار رقم 2. طيب تعال نشوف المثال التاني، بيقول لي Egypt is famous since ancient times for its curative tourism which treats many diseases. طبعا برضو نفس الفكرة، اعمل الخطوات اللي انا قلت لك عليها، اقرأ الجملة، طلع الكلمات الصعبة، حاول تخمن معنى الكلمة من السياق العام، بعد كده انزل واختار افضل ترجمة، ودي هسيبها لك تجرب فيها زي ما دربتك على جملة، انت كمان تتدرب وتبعت لي الاجابات سواء في الكومنتس او تبعتها لي على رقم الواتس. تعال نشوف النوع التاني من الترجمة، ان هو يجيب لك جملة عربي وبعد كده يقول لك اختار افضل ترجمة باللغة الانجليزية، ودي برضو اتدربنا عليها قبل كده. الحياة المدرسية مهمة جدا في حياة المرء لأنها توفر فرصة للدراسة والانضباط، ويتعلم الطالب أيضا كيفية التكيف على الحياة مع أشخاص من بيئات مختلفة. طيب أنا أتعامل مع الجملة دي إزاي؟ بصوا يا شباب، في البداية بتقرأ جزء معين من الجملة، الحياة المدرسية مهمة جدا في حياة المرء لأنها توفر فرصة للعمل والانضباط. حلو قوي دي، عشان ما تطولش على نفسك وتلاقي الموضوع صعب، وانزل شوف الأمور، يعني بص على A B C D بالنسبة للجمل الإنجليش، وحاول تشوف يا ترى في أخطاء في واحدة، تستبعد حاجة منهم يعني عشان تبقى الأمور سهلة عليك. طبعا الحياة المدرسية بنبدأ بالصفة اللي هي مين، school life. طبعا كلام مظبوط، مفيش فيه مشكلة، school life school life school life school life، حتى الآن والأمور تمام. وقلنا إن كلمة school life دي أصلا مفرد فتاخد is، وبالتالي برضو موجود is في الأربع جمل. مهمة جدا طبعا، very important very important، مفيش مشكلة. حياة المرء ممكن تبقى in the person's life، مفيش مشكلة. in one's life، مفيش مشكلة. in one's life in one's life، مفيش مشكلة. طيب لأنها توفر فرصة للدراسة والانضباط، قلنا لأن دي اللي هي as، ويعني سليمة مفيش مشكلة. as it provides، توفر an opportunity for study and discipline، طبعا سليمة مفيش مشكلة. As it provides an opportunity for study and discipline، حتى الآن مفيش مشكلة. As it provides an opportunity، برضو نفس الكلام. As it shows، لأنها تعرض، لا في هنا مشكلة وبالتالي هستبعد دي من الموضوع. طيب أنا كده معايا A و B و C،
أقرأ الجزء الثاني وأشوف هستبعد إيه. يتعلم الطالب أيضا كيفية التكيف على الحياة مع أشخاص من بيئات مختلفة. يتعلم الطالب، هبدأ بالاسم يا شباب، يتعلم الطالب يبقى الطالب اللي هي مين؟ The student. The student is also learned. ده كلام مش مظبوط. يتعلم يعني learn، تمام؟ ويتعلم الطالب، the student learns، يتعلم فعل مضارع، فبالتالي الجملة دي مبنية للمجهول فمش مظبوط. is also learned برضو مش مظبوط. إذا يبقى أنا استبعدت A و B وكنت استبعدت دي قبل كده، يبقى الإجابة C من غير حتى ما أقرأ الجملة. أتمنى تكون فاهم إحنا بنتعامل إزاي مع الترجمة بالنظام الجديد، وعشان تقدر تتعامل معاها لازم يبقى في ممارسة، لازم تحل كتير على الترجمة، وتابعني على القناة إن شاء الله كل فيديو هنزل لك جمل للترجمة، وزي ما قلنا الامتحان بتاعنا فيه طبعا جمل للترجمة للتدريب. طيب الجملة الثانية هسيبك تتدرب عليها في البيت، عشان زي ما قلت لك مش مهم ان انا احل كل حاجة، مهم ان انت كطالب انت تشتغل وتحل. ولو بجد حسيت ان القناة بتفيدك بمعلومة، اتمنى ان انت تعمل اشتراك في القناة عشان تكمل باقي منهجك، وما تنساش تعمل اعجاب بالفيديو وتشاركه او ترفعه على كل المواقع، هكون متشكر جدا ليك، وطبعا ده هيساعدنا ان احنا نكون معاكم طول السنة بمشيئة الرحمن. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بمعلومة، ولو ده حصل ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشير الفيديو في كل المواقع اللي انت تعرفها، وهكون سعيد جدا لو سبت رأيك في الكومنتس أو في التعليقات أو أي سؤال انت حابب تسأله لنا. ولو أول مرة بتشوف القناة بتاعتنا، أتمنى تنزل تعمل اشتراك في القناة عشان تبقى أول واحد تشوف الفيديوهات بتاعتنا. ولو عايز تنضم لينا وتحجز درس خاص سواء اونلاين او في محافظات القاهرة او الدقهلية، كلمنا على رقم الواتس اللي هيظهر قدامك دلوقتي. اشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.